ما الحكم في من ترك أو يترك صلاة العشاء جماعة بسبب العمل، حيث أنه محكم عليه أن يسلم العمل لزميل آخر وهكذا يدور العمل بينهم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه المسألة فيها تفصيل. إن كان هذا العمل الذي ذكره السائل يحصل فيه خلل إذا ذهب للصلاة بأن يسرق المال أو يخشى عليه من التلف وهو يحرسه إلى أن يأتي من يستلم منه ذلك، أو أدوات يخشى أنها يحصل عليها شيء من التلف إذا تركت، ففي هذه الحالة لا بأس أن يبقى عندها للحراسة حتى يأتي من يقوم بحفظها ومراعاتها، لأن هذا من الرخص في ترك الجماعة. أما إذا كان هذا العمل لا يتلف ولا يحصل فيه ضرر إذا تركوه وذهبوا للصلاة، فإنه يجب عليهم أن يصلوا صلاة الجماعة ويرجعوا للعمل، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بترك البيع والشراء وترك الأعمال التي لا تتضرر بحضور الجماعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال تعالى: سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الحاصل إنه إذا كان العمل لا يتضرر بتركه والذهاب لصلاة الجماعة فإنه يجب حضور صلاة الجماعة ولا يجوز التخلف عنها. أما إذا كان العمل يتضرر بتلف أو نقص في الذهاب فإنه يجلس عنده لحراسته وحفظه حتى يأتي من يقوم بدله ثم يؤدي صلاة الصلاة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.